توب كترة معاصية. الحبيبي يا سيدنا النبي من بعد يجي كم سنة بقى في بشر من أمتك بيقولوا تبعين سنتك رغم إنهم باعوا القضية. واللي عرفه واللي فهمته في الصغر واللي قريته في السير إن أنت يا سيد البشر كانت رسالة دعوتك العدل والحرية. سيبني أقولك يا رسول الله بعد الصلاة بعد السلام بعد التحية. اللي زرع فينا الأمل كان كلمتك، تركت فيكم ما إن تمسكتم به، سبنا اللي سبتوا جرينا ورا أوهام غبية، فتنتنا دنيتنا وما أصعبها فتنة، هزمتنا شهوة كبر جيل ورا جيل، وإيدينا على آخر الزمن طولت أزتنا، بقى الضعيف فينا انسرق نقطع إيديه، يجي القوي يسرقنا ياخد فوق طاقتنا، الطيب العاقل يقولوا عليه سفيه، والمجرم الكذاب نقوم نفتح له بيتنا، غيرنا لنا بقينا أصغر الصغرين، كأننا بنعيش في جهل الجاهلية. سيبني أقولك يا رسول الله بعد الصلاة بعد السلام بعد التحية. اللي زرع فينا الأمل كان كلمتك، مصر في رباط إلى يوم الدين، علشان كده يا سيدنا إحنا مكملين، علشان كده راضين، علشان في تعليم الرسول تعليم لحب الوطن، علشان بالشفاعة هقابل وجه رب كريم، لا خفل من موتة ولا من كفن. يا حبيبي يا سيدنا النبي من بعد يجي كم سنة لسه بشر من أمتك لسه بيتبعوا سنتك ولا عمرهم باعوا القضية. سيدنا محمد يا رسول الله إليك الصلاة إليك السلام إليك التحية.